atrás, Elfa. La seda, la pide. Fon del cielo, carbone. La pide. Fon, nana. Thank you.
والسلام على سيدنا المرسلين
أما بعد، يا الناس تقوى تقواكم تراكم وتبتم يا أدم أنه يسمع ويرى وعلم أن خير الحديث كتاب الله فكما قول أبونا محمد بشر الأمور متسابرة أرى أن كل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسألوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأخرج ابن آدم بن سليم على أبي سليم الخدري قال: أرتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قولوا إلى الله من قبل أن تموتوا وبادرون إلى أعمال الصالحات من قبل أن تشعروا فالسر الذي بينكم وبين ربكم من كثرة ذكر الله وكثرة الصدقة في السر العلانية إنما تؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن تكون خيرا منهن ولا تلبسوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب اسم نصركم على الإيمان ومن لم يقم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن تؤمن فلا تجسسوا ولا يلقوا بعضكم بعضا آيكم فأحبكم أن يأكل لما أتيت بينهم فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أخرج مسلم في سيرة أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسبوا ولا تغاضبوا ولا تجادلوا ولا يبيعكم على بيع أحد فقولوا أعداء الله إخوان المسلم أخو المسلم لا يزنوه ولا يحتروه التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. أشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاثا كل مسلم على المسلم الحرام يومكم وماركم وحبكم والحسن من الشر أن يخطر أفراد المسلم. قال تعالى: فلقد خلق ذلك الإنسان ولا على المال يوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفت من قبل إلا أن يأتي بقي العبد صلى الله عليه وسلم ويا سبحان الله ذلك العبد المتقين ونفق في السور ذلك المستقيم وعلى آله
الجند أبناء الصراط الشحيد المحراب سيد رامون المتقار وعن مبنك الأمراء في عند الرحمن سيدنا عثمان بن عفان وعن أبي الذي يتبت من يراني سيد عمي بن عبد القار بعد السنة الباقية لا زال رسول الله عافية اللهم صل على محمد وسلم مخلوق من خلال المسلمين على أقبالك من كان فيه عليه راحة المسلمين أقول لها بأكين يمكن السلامة والعافية وحيدك المؤمنين تبشي يا ربك بلاك الوالد الضالع يفاوني بسن الرعب وفي من جميع بلاد الأعداد خاصة وبلاد المسلمين عامة ربنا ولوالدينا ولشعبنا ولمن صرف على بيتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاخوات والاموات اللهم ارفع لنا الجهد والجرع والدوله واشفع لنا من بلاء ما تشفع الدوله ربنا لا تزغ قلوبنا حسنه وفي الايه حسنه وكل عزمه منها اللهم ارفع لنا سيدنا محمد شيء كده طبيعي جدا.
ولكن دوغوتو كو كانتي نيرو شي عبدلا كوين داب ديس ماتش بي سونتي ميرابل على التايم باو ميا هي توك اب بروغرام دي تكنولوجي نو ناو فدابا كو سولي يو جي اس اي يو ناو دو بي شو كان دابا كو كان وي تيس دو وورلد از سين يو ذيرز نو هايلي بلاي فور اس التايم وانا ما مسلاتي دا علي بلا شي سامي for you to know, in the history of this country, there is no mosque built in no time than this mosque. Less than 2 years after the mosque and the completion of the mosque was completed, the mosque was more than 2.5 years. That 2 years, 7 months. You don't know what the book about to do that. Allahu Akbar.
Yeah.
Thank you.
I'm
200 million. I'm so
ونشر فكر سامية الوزاري زانو فالك ولي جنا تبي ألو أبا عليفة عليفة إما ما تريدش في بركسة أجوا نم سما أيوه أكسرنا أيوه أشكين زندو ما تريدش في بركسة شيرة مطلع يينيسا أشكين سياسة ممارا ما يبايا ويما أجوا وين بيكي بيتمات ما تريدش في بركسة يقوموا بعبا سنم سامو daga cikin mu ya kai gonga mataimakin shugaban kasa ya kai a yau za mu sha wahala Allah ya karba addu'ar mu Alifa yake magana a shi hutubar shi maganganun da yayi ya bari a yau wani tsoro ya shiga a cikin mu amma mu da regional minister mu yi magana muka kare a nan muka sanya mu da Alifa za mu hadu a ofisar shi akwai wani magana bayan fage da regional minister da TB Damba da ni da wani suka kara cikin tsaro da mataimakin shugaban kasa za mu isa ra'ayi in Allah ya yarda maganin da Alifa ya faɗa a cikin tsaron shi bai abin da wannan magana zai auku ba dorai wai Allah yake kowane matakin da regional minister da gwamnati MPP za mu dauki domin a samu zaman lafiya nan domin ubangiji Allah ya tsara rayuwar shi wannan matakan nan regional minister da shi ke juya baya wannan matakan nan in Allah ya yarda regional minister da mutane shi za su dauki wannan matakan domin mu samu tsaro ku samu zaman lafiya a nan ku samu lafiya a nan a daga zaman lafiya zango ku samu zaman lafiya a Ghana duka baki daya muna muku godiya member of parliament na Kuneye Wow.
Allah, 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 Allah.